الكفر بالطاغوت في الآية والحديث، ولا بد أن يكفر بالطاغوت، لا يسمى مسلما حتى يكفر بالطاغوت. يعني قد يقول لا إله إلا الله بعلم وصدق بعلم، وهذا العلم يحتوي للصدق واليقين، ويترك الشرك وينقاد ويقبل ويحب ويريد، لكن لا يكفر بالطاغوت، هذا لا يسمى مسلما أبدا، لا يمكن أن يسمى مسلما حتى يكفر بالطاغوت. وكفر بالطاغوت يشمل على خمسة أشياء. يسمى كفر بالطاغوت ينطبق على من حاز أو حوى خمسة أشياء. أولا اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت، اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت، هذا هو أول. ثانيا تركها، ثالثا بغض الطاغوت وعداوته، هذه واحدة، البغض والعداوة للطاغوت واحدة، هذه ثلاثة أشياء في الطاغوت، واثنان في أهل الطاغوت، الرابع هو بغضهم، بغض أهل الطاغوت، والخامس تكفيرهم. نظر المثال وراسل، الديمقراطية طاغوت، حتى نكفر بالديمقراطية ويسمى كافرا، ويسمى كافرا بالطاغوت، لا بد أولا أن يعتقد بطلان الديمقراطية، وهذا قول القلب، هذه صفة كفر الطاغوت. الديمقراطية ذكرنا لكم أولا أن يعتقد بطلان الديمقراطية، يقول وهذا قول القلب. ثانيا تركها، يترك الديمقراطية. ثالثا يبغضها بقلبه، وهذا عمل قلب، والترك عمل جوارح، ويبغضها قلبه، يبغض الديمقراطية ويكرهها، يتمنى زوالها، يعاديها. اثنان في اهلها، وهو ان يبغض اهل الديمقراطية، يقول ابغض الديمقراطيين، يبغضهم. واخيرا ان يكفرهم، فاهل الديمقراطية كفار الذين يعتقدون الديمقراطية وما فيها، يكفرهم. ومثل ذلك العلمانية، العلمانية طاغوت، من اسم طاغوت يطلق على النظريات وعلى الأنظمة وعلى المذاهب وعلى الأشخاص والجمادات وعلى الرجل والمرأة، كل يسمى طاغوت، كل يسمى المذاهب مثل العلمانية، العلمانية طاغوت، فتعتقد بطلانة، تتركها وتبغضها، وتبغض أهلها العلمانيين، تبغضهم وتكفرهم. من لم يأتي بذلك لم يكفر الطاغوت، ما هو مسلم. مثل ذلك اليهودية المحرفة، الدين المحرف، هذا اليهودية المعاصرة، اليهود هؤلاء، والنصارى، اليهود والنصارى طاغوت، وهكذا، هذه أصول وتقسم عليها البقية، القومية طاغوت، البعثية الشيوعية، المحاكم القانونية القضائية طاغوت، لا بد أن تعتقد بطلانة وتبغضها وتعاديها وتكفر أهلها، وهكذا.
هذا ما يتعلق بشروط الإعلام. إذا حقيقة الإسلام، أعود مرة أخرى وأقول حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله في التوحيد والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة، وأن يستسلم للتوحيد بعلم وبيقين وبصدق وبمحبة وبقبول وبانقياد وبترك للشرك وبكفر بالطاغوت. نعيد الرب، هذا خلاصة ما ذكرنا. فيقول الإسلام، حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد بعلم وبيقين وبصدق وبمحبة وبقبول وبانقياد وبترك للشرك والخلوص من الشرك وبترك للشرك قائلا ذلك بلسانه كافرا بالطاغوت. قائلا ذلك بلسانه كافرا بالطاغوت، من أتى بهذه الأمور فقد قام فيه حقيقة الإسلام. قد يقول قائل بقي الصلاة والزكاة، نقول هذه داخلة في باب الانقياد، والدنيا نقاد، النقاد هو من أتى بحقوقها، ومن لم يصلي ما انقاد في خلل في شرط الانقياد، ومن لم يزكي لم ينقض. على تفصيل عدد لم يزكي حيدا أو امتناعا، هذه تفاصيل هذه إن شاء الله، وأنتم تعرفونها بإجمال. فصل. قال ابن حزم رحمه الله: وقال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن النطق بها من غير معرفة معناها ولا عمل بمقتضاها من التزام التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت فإن ذلك غير نافع بالإجماع في كتاب التيسير. وقال الشيخ عبد الله بطين رحمه الله: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه. ذكر ذلك في الدرر